أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: ما أبرز الفروق بين جماعة الإخوان والسرورية؟ لأن بعض الناس يظن أنها جماعات ضالة فقط ولا يعلم أن هنالك فروق جوهرية بين السرورية والإخوان. أبرز الفروق. السرورية جماعة انبثقت من الإخوان، مؤسسها محمد سرور زين العابدين انفصل عن جماعة الإخوان هو وعصام العطار التي كانت في سوريا، اختلف معهم فانفصل عنهم، ما كان يبغى يمشي على ما يقرره يعني جماعة الإخوان في سوريا تبعا للجمعية العامة للإخوان المسلمين، فانفصل هو وعصام العطار. ثم بعد ذلك انفصل محمد سرور زين العابدين عن عصام العطار، وجاء محمد سرور زين العابدين إلى المملكة العربية السعودية يدرس الرياضيات، الحساب والجبر والهندسة وكذا، جلس مدة في الأحساء ثم مدة في منطقة بين قريبة من القصيم، ثم صار يدرس في القصيم ومكث مدة في القصيم، وهناك صار له تلاميذ وصار له أتباع، ثم اتجه بعد ذلك إلى الكويت، ثم من الكويت اتجه إلى لندن، وصار يقرر مسائل وقضايا تميزت عن منهج الإخوان. وخطورة السرورية هنا أن محمد سرور زين العابدين لما انفصل عن الإخوان وجاء إلى السعودية لم يترك منهج الإخوان، ولكن صار مع تجاربه يطور هذا المنهج، ولاحظ أن أهل هذه البلاد فيها شباب أهل سنة وأهل اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم الحزبيات وما عندهم المخالفات العقدية، فصار يتعامل مع الناس ويظهر عقيدة السلف الصالح، فصار السرورية منهجهم يختلف عن منهج الإخوان في هذه النقطة الأولى، وهي أنهم يظهرون العقيدة السلفية، وهذه خطورتهم. يعني طالب العلم قد ينغش بالسروري يظنه سلفي في العقيدة، يتكلم مثل السلفي وفي المسائل العلمية يتكلم مثل السلفي، وهذه أول خطورة فيهم وتميزون بها عن الإخوان. الإخوان لا، الإخوان مؤسسة، الإخوان كمان افترقوا إلى فريقين، فريق بنائي وفريق قطبي. الفريق البنائي يرى أنه نحتوي ولاة الأمر ونحتوي الوزراء ونتسلل خفية بشويش بشويش إلى أن نصل إلى المناصب العليا، ثم نبث فكرنا بين الناس بقوة. القطبي لا، يرى مصادمة الحكام ويرى اتخاذ التفجير والتكفير وسيلة للوصول إلى هذا الأمر، حتى أنه سيد قطب جاء في كتابه عبارات كثيرة تنضح بالتكفير، منها عبارة جاءت في كتابه معالم في الطريق في أول الكتاب أظن صفحة 7 أو 6، قال إن الأمة الإسلامية قد غابت منذ قرون طويلة، أمة الإسلام قد غابت منذ قرون طويلة، وله كلام في كتابه ظلال القرآن على هذا النحو. لما انفصل محمد سرور زين العابدين صار يظهر العقيدة السلفية، لكن في تعامله مع الحكام يستعمل منهج سيد قطب المصادمة تحت ستار إيش؟ تحت ستار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أسلوب عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يقول لأتباعه: اطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. فصار سرور زين العابدين يخالف المنهج البنائي ويوافق المنهج القطبي بالتصادم مع الحكام، وهذه الميزة الثانية في الفرق بين السرورية وبين الإخوان. ثم أصبح المنهج السروري منهج يسري بين الناس بدون بيعة، ما في بيعة، مو زي الإخوان المسلمين فيما بينهم بيعة، بيعة للرئيس وبيعة للمرشد وبيعة لا ما في بيعة عندهم. وهذه النقطة الثالثة التي تميز بها السروري، ولذلك السروري ممكن يحلف لك ويقسم بالأيمان المعظمة أنه ليس له بيعة وأنه ليس إخوانيا وأنه ليس سروري، لأنه ما في بيعة،
بينما الإخواني لا، في بيعة بينهم وبين أتباعهم، إذا ترقى إلى حد إلى أن يصل إلى مرتبة لابد أن يبايع. وافتحوا اليوتيوب بيعة أهل فلسطين الإخوان في غزة، اسمعوها كيف يلغوا شخصية عقل التابع لهم، فلا يسمحون له أن يتفقه ولا أن يأخذ برأي ولا أن يأخذ بقول إلا ما جاء عن طريق الجماعة ومرشد الجماعة، بل جاء في عبارات بعضهم أنه كان يقول مثل ما يقول الصوفية: كن بين يدي المرشد كالميت بين يدي الغاسل، وحيث ما يأمرك المرشد روح روح بهذه الصورة. بينما السرورية ما عندهم بيعة. هذه ثلاثة فروق. الفرق الأول أن السرورية يظهرون اتباع عقيدة السلف الصالح. الفرق الثاني أنهم انتهجوا منهج التصادم مع ولاة الأمر باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو المنهج السبعي. الأمر الثالث أنهم لا يبايعون، ما عندهم بيعة. ولذلك ممكن السروري يحلف لك أيمان غليظة أنه ما هو تبع السرور وأنه ما بايع الإخوان وأنه ما هو إخوان، لكنه في الحقيقة منهجه منهج الإخوان. ذكرني هذا بمجلس لناصر العمر مع الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني كان يتكلم يقول: سلبان العودة إخواني. فقال له ناصر العمر: والله وإن شئت أحلف لك بما شئت سلمان ليس إخوانيا. فقال له الشيخ: قد لا يكون إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان. فنحن نقول للسرورية: هؤلاء قد لا يكونون إخوانيا ببيعة ولكن منهجهم منهج القطبيين من الإخوان المسلمين. وهذا الأمر الثالث الذي يفرق بين السرورية وبين الإخوان. الأمر الرابع أن السرورية لا يتسللون، يعني لا يتسللون ولا يتبنون مناهج الاحتواء التي يسلكها الإخوان البنائين، الإخوة البنائين. لا، المصادمات هذه والطريقة التي هم عليها تجعلهم غير قابلين لأن يدخلوا، ولذلك تجد الواحد فيهم ما يكمل في عمل وظيفي، ما يكمل في جهة معينة بسبب هذا التصادم. وهذا يخلق لهم نفرة شعورية من الناس، فتلاقيه يترفع عن الناس وكذا وينظر للناس بأمر فيه احتقار. وترى كل حزب هذا فيه، ولكنهم يتفاوتون في طريقة إظهار هذا الأمر، في طريقة إظهار هذا الأمر. هذه قضية الانفصال الشعوري عن الناس. قد يتطور هذا الانفصال الشعوري حتى يصل إلى انفصال عن المجتمع، كما حصل مع شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة، حيث نادى إلى أن يخرج الناس عن المجتمعات ويهربوا إلى الجبال، وأنهم بهذه الطريقة يكونون قد ارتاحوا من كفر الناس ومن ضلال وجاهلية الناس. هذه أهم الصفات التي تميز السرورية، ولذلك هم أخطر فئات الإخوان، أخطر من الإخوان البنائين وحتى أخطر من القطبيين. لأن القطبي عقيدته أشعرية، عقيدته صوفية، عقيدته كذا، لكن هذا يظهر لك السلفية، فتميز هذا بعقيدته. القطبي قد يسلك منهج البنا ويمشي، لكن هذا لا، بسبب التصادم المستمر لا، هذا يحلف لك أنه ما عنده بيعة ولا أنه إخواني ولا أنه سروري، لكنه في الحقيقة منهجه طريقة وطريقة الإخوان أو طريقة السرورية. اشترك هؤلاء كلهم، اشترك هؤلاء كلهم السرورية والإخوان في أنهم كلهم يعظمون حسن البنا وكتب الإخوان بطريقة أو بأخرى، ونسأل الله العافية.